العائلات كي دايرين لاباس عليكم صحتكم بخير نتمنى تكونوا باحسن الاحوال المهم كي دايرين كي داير الاجواء عندكم صحيحتكم المهم اليوم راه بغيت نصوب نقفط على اليدين وخواتي تيامو يلا كيوصلوا ان شاء الله باغيين غير يفطروا انا راه فطرت الثالث هما يلا كيفطروا يسيروا الفطور ان شاء الله ونقفطوا على اليدين باش نصوبوا الشباكيه الاجواء ديال رمضان نخلقوها يا اختي نخلقوها في الامارات المهم الامارات راه دوله عربيه ماشي بحال الناس الاوروبا الله يكون في عوانهم الناس الاوروبا كيخرجوا انا كما كنت في تركيا راه بحال الناس اللي اوروبا تركيا الغربه فيها 100% والناس في اوروبا الله يكون في عوانهم حيت ما كيخرجوش كيلقاو العرب برا هنا كاين الجوامع برا كاين العرب ما شاء الله يعني بحال نص 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 غربه حنايا هنا المهم كل الحوانت المغربيه هنا ما شاء الله اللي بغيتي كاين هنايا موجود كلشي القصاري طواجن كلشي الحمد لله الحمد لله على النعمه المهم نخلقوا ديال الجوده للمغرب نصوب الشباكيه نصوب السلو نشارك معكم ان شاء الله المراحل واللي باقا ما دارش الشباكيه من هذا الفيديو ان شاء الله غدا غديريها كتحمسي غيدخل لك الحماس حيت ملي كتشوفي شي حد صاوب شي حاجه قدا شي حاجه وانت مازال كتقولي علاش كنتسنى نوض تاعنا نقضيع راه ذهب نعس عليا نوض غتلوي معنا الشباك يلاه سقى في الحيط حد ذهب نعس انا نوض نمشي نضرب على داك الشيء باش نبداو نقليو داك الشيء وطحنا المهم حبايبي نكمل الكوزينه دابا معايا كلهم حاطينهم حدانا نبداو ان شاء الله بالشباكيه انا مازال باغي نصوب الصفوف وباغي نصوب الثقاف وباغي نصوب حلوه الهلال شي حاجه بزاف غنصوبها ولكن غنشاركوا معكم اليوم على اللي قدينا عليه حيت راه كتعرفوا هادشي فيه الكليان الخدمه والزيت كي دوخنا قليل ما تقلي عرفتي الكوزينه كي ولات عندي كتدوق بالزيت المهم حبايبي ها هما المقادير ديال الشباكيه المهم نبداو على بركه الله نبداو دابا نخلطوا الشباكيه ان شاء الله خلطنا المقادير كاملا ندمجوا مع بعضياتهم ولاو على هذا الشكل ولاو كلهم مخلوطين مجازمين مجازمين متجازمين مناتي قول قول مهند صح متجانسين ياك متجانسين شو متجانسين متجانسين عرفتي على الكاميرا راني عارفه راه مشات ليا متجانس صح متجانس والله والله احكي بلغتكم هذا الشيء كيدخل في بعضياته كيتخلط مزيان هذا الشيء كيدخل في بعضياته كيتخلط مزيان عاد ندوز له في الطحين دابا غنبدا نزيد في الطحين شويه 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 ونعجن نزيد في الطحين ونعجن قرب تشوف حداقه ديال مرتك من بعد ما زدنا الجين ديال الشباكيه راه زدنا كميه اخرى الكميه اللي درت معكم الاول شاركت معكم المقادير خرجوا لنا ثلاثه الحبات وزدت ثلاثه الحبات كتعرفوا هنا نقسموا حنا بثلاثه بينا صاحبه اختي واختي وداك الشيء باش يلا تجي كميه تقدنا المهم خدينا في البلاستيكات تي طابو عاد غنبداو نديرو لهم بالمدلك نطلقوهم حنا خدامين كنصوب في الشباكيه قادينا شحال من وحده يلاه قادينا ثلاثه ورقناهم كتعرفوا جمعناهم بحال المسمنه يلاه بالمدلك وحده تبعها اخرى بسم الله
هانتو حال الكوزينه هانتو مع هاد الشباب وهاد الصفوف. الا ما كنتي دروينا ما تسميش انك درتي هذا الاجواء الرمضانيه بهاد الاجواء. خاص الكوزينه تولي بهاد الاجواء. وهي اختي مريم غتخلط معاكم تشارك معاكم الصفوف. لقينا حتى المعن عندها ناقصين، هذا خاصو يتغربل، خاصو يتغربل. عرفتيني باقا جديده، كان عندك تجيب الماتريال. ما ضربناش حساب جنا، ماشي مشكل ناقص. ماشي مشكل. المهم شوفوا حبايبي، حنا راه ماشي نعلموكم الصفوف، نعلموكم الشبكيه، هذاك الشيء اللي كنعرفوا ليه شاركناه معاكم على قد الحال. حنا راه بحالنا بحالكم. هنا عندنا الدقيق محمر، الدقيق محمر، وهنا الدقيق مقلي في الزيت والزبده. الزيت والزبده، انت الدقيق مقلي في الزيت والزبده. كل واحد وطريقته البنات، كل واحد وطريقته كيما كيصاوب الصفوف كيطلعوا ليه، كل واحد وكيفاش كيدير. هذا السمسم، هذا جنجلان محمر ومدقوق. ها هو الجنجلان محمر مطحون. مطحون ما شاء الله الريحه. والله الا تفكرت الوالده ملي كنجلسوا حداها مسكينه كانت كتعطينا ندلكو داني، وكتطلعني هذه الريحه معنيفي. وتفكرت يا الوالده، يا الوالده مسكينه، الوالده دابا راه وهذا اللي كنا معاه نصاوبوا ليه هذا الشيء. وهذا اللوز الوالده خاصها الجماعه مسكينه. قولي هذا اللوز، هذا اللوز مقلي ومطحون. اي النافع، حبه حلاوه، شويه القعقله، شنو هذه الهيل، الهيل ما عرفتش واش سميتها قعقله ولا الهيل. حنا كنقولوا الهيل، كيقولوا لي الهيل. مطحون شويه ما عندهاش الصفايه، داكشي اش ما غربلناش. كتكب دابا السكر كلاصي وزيدي الربعي راه حنا بنشيو. هادو البنات الزبده كتسخنوها حتى كتنشف من هذاك الماء، كان فيها شي ماء ولا حليب ولا شي حاجه كيتحيد، باش ما تخسرش لكم السلو، كيبقى كتبقى فيها الرطوبه كتخسر لكم السلو. خاصكم تسخنوها حتى يتبخر داك الحليب اللي فيها. غدير شحال ديال العسل جهدات؟ جهد شي كاس. غدير العسل حبايبي جهد شي كاس. المهم تجمع هذا الخليط بي هي كتجمع لينا مريم في الصفوف. مريم راه عزيز عليها تموت على هادشي ديال الطيب وهادشي ديال العجنات الكبار. فين ما كانت الجماعه ديال العجنات مختصه في هادشي ديال لاطات الحلوى، مختصه بالعجين. سبحان الله، كاين اللي كيبغي هادشي، كاين اللي ما كيبغيش هادشي ديال الروينه ديال الحلوى والطحين والمسمن، وكاين اللي كيموت على هاد الشيء. والله العظيم كاين اللي ما عندوش مع هادشي كيشوف هادشي يهرب. سبحان الله، كل واحد و انا دابا الطياب وداكشي عزيز عليا. ومريم العجينه، العجينه هادشي ديال العجينه عزيز عليها، المسمن، الملوي، الحلاوي، هادشي كامل. لا داكشي ديال هادشي ديال الفطائر تسرعوا، هادشي ديال البيتزا ما شاء الله كيطلع ليها. اي حاجه فيها الدقيق، اي حاجه فيها الدقيق كيطلع ليها ما شاء الله كيديها. قلت لكم كما قلت لكم شحال هذه كانت كتعاون المسكينه الوالده، كانت تعجن معها 20 خبزه حتى 30 خبزه. دابا سالينا الحمد لله، الحمد لله. كتعرفوا الروينه ديال الشباكيه والروينه ديال الصفوف، روينتهم روينه، ولكن عشنا الاجواء الحمد لله في الامارات. بدلنا اختي هذا قالت روينه العيد عندها طعم خاص، والروينه ما قبل رمضان عندها طعم خاص. المهم حبايبي هاي الشباكيه ديالنا هي هذه كما كتشوفوا. انتو عرفتي الريحه ديال الدار كلها كتكوخ شباكيه كلها كلها كلها. وهذا الصفوف ديالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. انتو ايوا درنا واحد البراد ديال اتاي، ضروري براد اتاي ومشحر نعنع، قلنا غنشربو ان شاء الله قبل ما تمشي اختي. غنمشيو هذا الشباكيه هنا، وباقي كيديروا العسل هنا كيفندوا فيه، وهي هاد الكميه هنايا ومازال ما شاء الله. المهم على قدنا حبايبي، نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف حيت غنجي معكم نهايه الفيديو. المهم نتمنى رمضان يدخل عليكم بالصحه والعافيه. حنا راه رمضان للعباده ماشي للماكله، ولكن ضروري هذه الاشياء كنديروا حنا يعني مغاربه، هادشي فينا في الدم كتعرفوا ضروري نديروا الباروك الباروك. المهم حبايبي باش ما نطولش عليكم الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتستنونا فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه.